أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية 2025 سيكون بمثابة فرصة لدعم التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعزيز دور المحليات في العديد من الملفات الحيوية. جاء ذلك خلال لقائه مع السكرتير التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية إيميليا سايز، وبدورها أعربت سايز عن تطلعها أن تتضمن قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم منتدى للسلطات المحلية لعرض وتبادل الخبرات والرؤى في كيفية مواجهة تحدي المناخ.